ويقول حفظك الله: وإذا صلينا في المسجد صلاة الظهر مع الناس، فهل يجوز لنا أن نصلي بعدها صلاة العصر جمعا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إذا كنتم تريدون السير ومواصلة السفر اجمع، أما إذا كنتم تريدون الإقامة في البلد لا، المقيم يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع. نعم.